الكابتن الكبير النجم الكبير بيومي فؤاد على التليفون. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا استاذنا. ازيك؟ اهلا يا حبيبي كابتن هاني، وحشني جدا والله. وانت كمان يا حبيبي. والله العظيم وحشني جدا، وسعداء دايما لما بنشوفك ونسمع صوتك في بيتك، في البيت الكبير. طبعا يا كابتن يا فنان كبير، يعني احنا دلوقتي بنقول ان كابتن سمير مستني عقد، يعني كابتن سعد مستني عقد في الاعلام، انت شايفه ايه بقى؟ ممثل، مذيع، شايفه ايه؟ هو بس استاذنكم، سعد سمير كان معايا وشرب عصير ونسي يدفع. حبيبي عم بيومي. حبيبه والسعود. احمد فتحي قال لي يا حاسب. انت كنت فعلا معاه؟ مش غير احمد فتحي ولا ياكل. كان عازمنا عنده في حبيبي. حبيبي جنبكم هنا قريب. طيب ما هو ممثل شاطر يا استاذنا، قبول والله اكبر عليه. عايزين نجي لك، عايزين نجي لك. كبده حلوه قوي بيقولوا. عايزين نجي لك. يا نهار ابيض، نورنا يا كابتن هاني. ربنا يخليك، نوروني والله العظيم. ربنا يخليك. اتفضل. الله اتفضل. شايفه فين برضه؟ ابو سعود، واقسم بالله ينفع ممثل ينفع كوميديان شاطر جدا. تمام. وهو هو كمان كباك، يعني حاسس على قد ما هو كباك شاطر جدا، حاسس انه بيضحك كل لعيبته، يعني من النوع اللطيف جدا، حتى لو دخل فينا جول يبقى احنا بنسب وبنخبط دماغنا في الحيط، وحاسس ان في ابتسام على وش سعد كده. مش للدرجات دي، مش للدرجات. هنعوض ابتسامه. فهو لعيب لطيف، لعيب ظريف جدا، بياخد المساله ببساطه. تمام. وانا ببقى مطمن لما يبقى سعد وربيعه مع بعض وياسر والكلام ده مع بعض، فربنا يشفيه يا رب ويرجعهم كلهم بالسلام، ومحمود متولي. تمام. لاننا محتاجين الصفوه دول كلهم يرجعوا بالسلام يا رب ان شاء الله. صحيح. ان شاء الله يرجعوا، ويبقى زي ما انت كنت موجود معانا وعارف بالظبط احلام النادي الاهلي. خلاص الدوري ان شاء الله محسوم، لكن كلنا مستنيين البطوله الافريقيه، المباراه قبل النهائي والنهائي. ويمكن سعد للاسف مش هيشارك، لسه كان بيقول لي ان هو مش هيشارك لانه مش مقيد افريقيا، لكن طالما مش مقيد في القائمه المحليه ما يقدرش يلعب، لكن هيئ نفسه ان شاء الله لبدايه الموسم اللي جاي. لكن كلنا ثقه في الناس الموجوده ان شاء الله تكون على قد المسؤوليه، ونرفع التاسعه ان شاء الله باذن الله. والله هو ده اللي ابن النادي بجد يا جماعه، والله شخص محترم قوي، وحكى لي اول ما قالوا له معلش هنأيد فلان عشان ظروف اصابتك والكلام ده، قال طبعا. تمام. فده ابن النادي بجد، وربنا يكرمه بقدر ما بيسعدونا. اللعيبه دي بتسعدنا جدا، وربنا يكرمهم باذن الله بقدر ما بيسعدونا. يعني انا اللهم لك الحمد والشكر، لو كنت سبب ولو غير مباشر لاسعاد الناس، ان بضحكهم مثلا او في تمثيل والكلام ده، فكل لعيبه النادي الاهلي ياما اسعدونا واسعدونا تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد زي ما انت كمان بتسعدنا على الشاشه بادائك الفني. حبيبي ربنا يبارك. والله العظيم، يعني احنا كمان فخورين ان فنان زيك هو ينتمي للقلعه الحمراء، واهلاوي اهلاوي من الدم كده زي ما بنقول. يعني طبعا طبعا ليه الشرف. ربنا يخليك، بس ما تنسناش بقى المره اللي جايه. ها لا لا، هدفع انا، هدفع ثمن العصير. المرتين اللي جه فيهم كبده والسجق ما اكلتش منهم، ما اكلناش منها. ازاي؟ والله لا، هشوف ايهاب الخطيب ده. لا ايهاب، يعني بص ظلمنا جدا في الموضوع ده، انا بقول لك. لا يا لا يا فندم، لا 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 خلاص، يبقى في اوردر طار للبيت الكبير. لازم. وبعدين عايزين بقى سعد ممكن يشاركك في الموضوع ده، بيقولوا هو في البيزنس دماغه حلوه قوي برضه. شاركوا ايه ده؟ جاب لي عصير حمضان. ايه؟ جاب لي عصير حمضان ورجعناه. بيخبط. قال لي بيخبط بيخبط في العصير، بيقول لك جاب لنا عصير حمضان ورجعناه. مش حمضان، هشتمك يا سعد. مش حمضان، انت البطيخ بعافيه شويه. المانجا لما طلعت والكلام ده، فطلع البطيخ هو كمان طلب. يا سلام على العصير اللي طالبه، سخيف. طلب ايه؟ اقنعه بليمون وبموز وكلام. مش شربت موز يا حبيبي؟ كان عاجبك؟ لا كان جميل. بعد كده عدلنا الموضوع. هيجي لي بره باذن الله، ولا نتعشى مع بعضينا كده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا. ربنا يبارك فيك. شكرا جدا، وده الشرف. نورتنا يا فنان.